كنا لسه بنتكلم انا وفارس في الفاصل عن اداء منتخب مصر امام منتخب بلجيكا المصنف الثاني، وبدا كده ايه عارف انت، شايف خدني الحنين بعد لحظات السنين الامل جابني كده، هنا. وبدات تحس كده ان في منتخب مصر يعني قدم مباراه جيده، كان فيها ثقه، كان واضح جدا التزام وانضباط داخل ارض الملعب، كان واضح جدا ان في روح قتاليه. انا بشوف من وجهه نظري انها انعكاس للمغترب اللي موجود في المدرج برغم ارتفاع سعر التذكره اللي وصلت في بعض الاحيان انها اعلى من مباريات في كاس العالم، ده حقيقي. ولكن الجمهور المصري في اي مكان انت بس قول له حاجه من ريحه مصر، قول له او انا وخدوها من واحد كان مغترب فتره طويله في الخليج، اي حاجه فيها ريحه مصر هتلاقي بيضرب مسافات طويلة شوف جدا ربما تعدي الساعات في الدول الخليج عشان يفتحك شفت عليه. انا حاسس بيك ازاي، انا لان والله اول حاجه امبارح كتبت عن شعور المغترب والله. انا منتخب مصر العسكري لما جه سلطنة عمان انا بيني وبين الاستاد كان 3 ساعات بالعربية، كنت باخد الأسرة والناس في السعوديه وبروح. في البطوله ده الاخيره أبعد، كانوا بيطلعوا. احنا جبنا صحفي قال ده جايين من جدة طب عشان يشجعوا الأهلي فده حقيقي، في ألعاب الصالات. ده حقيقي. فطبعا يعني تحية للجماهير المصرية اللي حضرت، اللي لما تراهن عليها انت دايما كسبان، جماهير كرة القدم والجمهور المصري بشكل عام. لكن ايضا يا فارس كان عندنا يعني جماهير اخرى، يعني يمكن كان لنا بعض العتاب على اللجنة المنظمة وانت تتذكر ده محي في كرة السلة لما كان النادي الاهلي بيلعب البطولة العربية وكانت التذاكر بالمجان، ثم اصبحت اسعار التذاكر في الزيادة برغم الامانة يعني ان هم سمحوا لجماهير النادي الاهلي انها تملى المدرجات، ولكن كان العتاب على اسعار التذاكر. المره دي بيجي لنا كده عارف انت زي نادي رسالة، رساله. رسالة واضحة يا أسامة، لأن كمان مش الكويت بس، كمان قطر. النهاردة كنت بكتب عن قصة منتخب إنجلترا وفكرة المبردات داخل الملاعب وتجاهل إن في كأس العالم في البرازيل كانت بعض المباريات بتقام في درجة حرارة وصلت لل 30، وحتى كأس العالم 94 أيضا كان سجل درجات حرارة عالية جدا. وحسيت من ردود فعل الناس يا أسامة إن لا، الناس مدركة فكرة إزاي إحنا كدول عربية أو كمشجعين عرب بقى عندنا اختلاف. وانا شايف ان السوشيال ميديا على قد ما البعض بيشوف ليها سلبيات، لا قربت قربت شوية. كتير ده حقيقي. كتير يا اسامه، مش شويه، وبقينا بنشارك بعض احداث بروح وبتفاعل، وبقت الثقافه قريبه من بعضها كتير، وبقى الاحساس قريب من بعضه، فده عظيم. فجمهور الكويت يا جماعه، لان كتير جدا بتحصل احداث فرديه بيخرج البعض يصور ان دايما بيبقى فيه انطباع حد عمل حاجه من مصر فيبقى الانطباع ايه؟ كل كل المصريين المصريين كده، حد عمل حاجه من الكويت فكل الكويتيين كده اطلاقا. امبارح كلام الناس وفرحتهم بتواجد الجمهور المصري كان شيء رائع، واحساسهم بالجمهور المصري كان شيء رائع، واشادتهم بالجمهور المصري كان شيء رائع، وفرحتهم بالمنتخب المصري اللي ما فيش حد قلله. وعشان كده كان عندي مشكله مع البعض يا جماعه اللي دايما بيروح لنص الكوبايه الفاضي، اللي هو اصل احنا بره كاس العالم. ازعل ان احنا بره كاس العالم، بس احنا عاملين مباراة كويسة قدام المصنف الثاني عالميا، فطبيعي نفرح وطبيعي نشوف دي بداية نبني عليها. ما ينفعش طول الوقت نبص. حتى امبارح الناس بتقول ايه، اصل انتوا في اوقات ما كنتوش فرحانين بالمنتخب كده وهو بيكسب في بطولة تانية، لان انا داخليا كنت شايف المنتخب بيكسب في البطولة مش دي، بس مقنع فني بالظبط، مش مقنع، ومش هطلع اقول للناس حاجة انا مش مقتنع بيها. بالظبط. انما لا، احنا شايفين امبارح كرة قدم، ده شايفين حقيقي تدرج بالكرة، شايفين حاجات كتيرة يا اسامة. طبعا، والتحولات العظيمة، وعشان نكون امناء ايضا مش شايفين اعتماد بشكل واضح على منتخب محمد صلاح، ده لا، حقيقي. لعيبه في لعيبه بتقدم مستويات منظومة جيده جدا، منظومه تريزيجيه عمل ماتش كبير جدا، طبعا اكرم توفيق ويمكن يعني المعلق الجميل عامر عبد الله كان يعني قلقان زي ما احنا كنا قلقانين وحاطين ايدينا على قلبنا من فكره اي تعرض لا قدر الله لاصابه اكرم توفيق، قال له انا خايف يا اكرم ان انت تصاب، يقول لك جت في عين انا وانا بقول ما شاء الله تبارك الله. الحقيقه قدم مباراه كبيره جدا اكرم توفيق، لدرجه ان البعض بالفعل طلع قال يعني افتقدنا اكرم توفيق فافتقدنا تحقيق بطوله افريقيا وافتقدنا بطاقه التاهل النهائي. طبعا هي نوع من انواع المبالغه، لان انا بشوف ان الفريق او منتخب مصر ما قصرش بشكل كبير، لكن اكرم توفيق بيوضح ان في مسافه كبيره جدا 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 بينه وبين اقرب مدافع باك رايت في افريقيا، مش في مصر فقط لا غير. وقناعات الشخصيه ان اكرم مش هيطول في الدوري المصري كتير، لان اكرم بالفعل عنده من السمات الشخصيه ومن القدرات الفنيه اللي تخليه يلعب في افضل فريق في اوروبا. يعني ممكن تقول الكلام ده مبالغ، لا، شوف ليفربول وهو بيصل لنهائي دوري الابطال، وشوف مستوى ارنولد اللي متراجع جدا السنه دي، وشوف تعويض كلوب بميلنر، فتلاقي ان الدنيا مش بالقوه دي. منتخب انجلترا عنده 4 باك رايت عاليين جدا، لكن اكرم بيقدم رجوله واداء يعني غير طبيعي. انا بشوف يا فارس ان احنا
في وقت قريب يعني. انا اتمنى لا يحدث، انا اتمنى اكرم معانا على طول. إيه امسك في اكرم على طول. مختلفه، انت عارف الاولويه طبعا في قصص الانتقالات دي لاحتياجك الفني النادي الاهلي، وفي لعيبه لا تعوض. يمكن انا لما كنت بشوف ديانج قبل كده او اكرم او بتاع، في لعيبه لو انت عايز تبني كتير وتروح، مش موسم بس، لو عايز تروح لحته بعيده على مدار مواسم وتبني حواليهم أكرم لازم من تحتفظ بيهم. من اعمده الخيمه، من طبعا. اعمده الخيمه. وعلى فكره احنا هنا لما قلنا الراي بتاع افتقاده في مباراه الوداد كان من اهم اسباب الخساره، لا احنا مقتنعين وقناعه تامه بنشوفها في الملعب ده.